حلوني يا أبا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع تاني بعنوان ازرع فكر تحصد سلام. الحاجات اللي كلنا بنشتاق لها ونتمناها هي كلمة السلام، وطبعا أكيد سمعتوا وعظ عن موضوع السلام وفضيلة السلام والثمر الروح سلام، وسلامي أترك لكم، ونقولها في الصلاة يا ملك السلام أعطينا سلامك، وما عدا كله ما تلاقيش سلام، تلاقي السلام لسه قليل فينا. وزي ما قلنا عاوزين الشكر يزيد شوية، عاوزين السلام يزيد. ما يميز أولاد الله أن هم عندهم سلام غير اللي في العالم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام بتاعنا المفروض أعلى كتير قوي من سلام الدنيا، مختلف في نوعه وفي حجمه. السلام يا أحبائي زي ما هو نعمة من السماء، هو كمان مرتبط ببذرة الفكرة اللي جوه دماغك. ده اللي هندرسها دلوقتي. يعني إيه؟ مجموعة أفكار لو زرعتها وغرستها وسقتها هتطلع لك شجرة اسمها شجرة سلام تقطف منها كل يوم. فعشان كده سمينا ازرع فكرة. في فكرة معينة أو أفكار معينة لو زرعتها تعيش في حالة سلام طول الوقت. في واحد من الفلاسفة زمان قال إيه؟ قل لي بتفكر في إيه دلوقتي أقدر أحدد ملامح شخصيتك وصفاتك. لو أنا شايف واحد مثلا في المواصلات بعرفه من عينيه إنه مهموم، أصل مخه رايح في إيه؟ في الفلوس والعيال ومشاكل الشغل واللي وراه واللي عليه. تبص لواحد تاني تلاقيه عمال يقول مزامير، تلاقي لأ في فرق، وشه رايق لأنه فكره مركز في ربنا. إذن المشكلة دايما هنا، الدماغ هي اللي بتحدد ليفل السلام. السلام مرتبط بمجموعة أفكار، عشان كده يقول تغيروا عن شكلكم بإيه؟ تجديد أذهانكم. لو عاوز يبقى عندك سلام ما تستناش الفلوس تزيد ولا المشاكل تتحل. السلام مرتبط انت بتفكر ازاي، بتفكر في ايه. هي ده السؤال المهم اللي هيحدد انت عندك سلام ولا ما عندكش. تعالوا نعيش مع الفكرة دي. اول فكرة، فكر في مبدأ بسيط جدا للأسف بيروح من دماغنا، هو ان ربنا بيحبك. لغاية دلوقتي في مسيحيين كتير مش مصدقين ان ربنا بيحبهم. ساعات ابعت مسج لواحد كده احسه مهزوز اقول له ربنا بيحبك، يقوم يرد على المسج بيحبني على ايه؟ خلي بالكو ده المفهوم السائد وده مفهوم غلط. هو الاجابة ايه هنا؟ من غير على ايه بيحبك وخلاص، بيحبك عشان انت ابنه. وانا اقدر اسأل ام فيكم بتحب عيالك على ايه؟ حتى السؤال تبصلي كده يعني مش عيالي. فهو مجرد ان انت تفكر بيحبني على ايه، طبعا انت فاقد سلامك، لانك ربطت حبه بدورك. بينما الانجيل قال مليون مرة ان ربنا محبة، هو بيحبك حتى لو ما عملتش حاجة كويسة، هو دي طبيعته، هو بيحبك وعاوزك تكتشف انه بيحبك. هو مش بيحبك لانك كويس، ما فيش حد كويس. مش بيحبك لانك بتصلي 10 ساعات، مش فارقة كتير. هو محب العشارين والخطاة، هو بيحب البشر. فمجرد فكرة هو بيحبني، بيحبني يعني عارفني كويس ومركز معايا وبصعب عليه وبيفكر فيا وعاوزني معاه في السماء، كل ده بيحبني. طب خلاص، لو الفكرة دي مغروسة، مغروسة يعني مستقرة، يعني ملحة على تفكيرك، هتلاقي عندك سلام. برضو كان مرة عندي واحد بيعترف، قال لي أنا أول مرة أعترف، بس أنا عاوز أقول لك حاجة، أنا متأكد أن ربنا بيحبني قوي. أنا استغربت أنه أول مرة يعترف لكن بيفكر صح، لأن كتير قوي من اللي بيعترفوا بقالهم 10 سنين مش قادرين يقولوا الجملة اللي قالها بالبساطة دي، قال أنا كل يوم بشوفه بيحبني وبيستر علي ومستحملني
فانا متاكد انه بيحبني قوي مع اني ما بعملش ولا حاجه عدله. انا مبسوط بكلمه انا متاكد انه بيحبني قوي، يا بختك. هو ده الصح اصلا، هي دي الاطفال بقى. ارجعوا خليكوا اطفال. الطفل عارف ان ابوه بيحبه، الطفل الطبيعي والاب الطبيعي، وده مش موجود كتير. انما هي دي اول فكره بسيطه تخلي عندك سلام. بيحبني اكتر من اي حد، اكتر من الشمس والقمر والسياسه والفلوس والبلاد انا مش بقول اكتر من الناس، لان مفيش مجال مقارنه بالناس، مفيش حاجه اسمها كده، بس اكتر من اي حاجه، بدليل ان هو ما استخسرش نفسه فيا. يبقى بيحبني اكتر، بيحبني باماره انه جالي، بأمارة أنه مات عشاني، بأمارة أنه مستحملني، بأمارة أنه مش مستخسر في حاجة، بيحبني وبالتالي مش صعب عليه سامحني. أنت إمتى بتقلق من واحد زعل منك؟ لما تبقى مش مطمن بيحبك قد إيه، فتبقى عارف أنه شكله مش هيسامحك. لكن لو أنت عارف أنه بيحبك قوي، انت متأكد ان مع اول كلمة سوري خلصت، عشان عارف انه بيحبك، فانت مطمن. لكن لو انت بقى مش متأكد بيحبك، هتفضل تقول سوري عمال على بطال، وانت لسه قلقان، هيرضى يسامحني؟ طب هو ربنا كثير الغفران جزيل التحنن. كل ده لانها فكرة بسيطة بتقول ايه؟ بيحبني. فكرة بسيطة جدا، حتى من غير آية. ازرع فكرة تحصد سلام. لما تلاقي الدنيا ملخبشة كده وملخبطة، وانت مش طايق روحك، والحكاية مش ماشية، وطبعا فقد سلامك، قل لنفسك ربنا بيحبني رغم كل حاجة، رغم كل اللي عملته لسه بيحبني، ولا يشاء ان يهلك احد، مش ممكن يكون قابل ان انا اهلك بعد ده كله. تاني فكرة، انا بقول افكار، لما تتغرس هتجيب سلام، ولو ما عندكش سلام يبقى نقص أفكار، يبقى البذرة على الوش ما دخلتش جوه. كل اللي هقوله كلام عادي، ما فيش حاجة جديدة، بس البذرة ممكن تبقى على الوش فمش جايبة بتأثير، غير لما تدخل في الأرض قوي لا هتجيب تأثير. فكرة كله للخير، ربنا بيدبر الخير. الإيمان البسيط ده إنه كل حاجة في حياتنا خير، المشاكل خير، الناس المتعبين خير، ظروف الصحية خير، حوادث خير، هو ده نظام ربنا كده، وعد ربنا كده. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعون حسب قصده. هو صانع خيرات، ما بيعملش غير خير، ما بيعملش شر، ما عندوش شر، ما فيش في طبيعته الشر. لو الفكرة دي مستقرة، تقدر تقول أي كلمة أو خبر بتسمعه رد فعلك خير، أيا كان اللي بتقوله. عربية عطلت خير، مشوار اتلغى خير، أنت تأخرت خير، الناس تعبوك خير، الفلوس خلصت خير، الفلوس رجعت خير، كله خير. الفكرة لو استقرت هيبقى عندك سلام. لكن أنت فاقد السلام ليه؟ لأنك مصدق أن في شر كتير محاصرك. غلط. الشر ده ايه؟ لا يقترب اليك الشر، لا يقترب اليك الشر، مفيش حاجة اسمها كده. ليه انت مالكش اب ولا ايه؟ ما يقربش منك الشر ابدا، كل اللي بيجي خير. الخير ده كل الاشياء وكل الاوقات، يعني انت محاصر بخير طول الوقت وفي كل الامور. عشان كده بيقول اشكره في كل شيء لانه خير، افرحوا كل حين لانه خير، اللي بيحصل خير، حتى لو ما فهمتوش النهارده تفهمه بكره. نفس المعنى ده، فكره انه الهنا ضابط الكل. الصفه دي جميله قوي ومريحه جدا على فكره، صفه ان ربنا ماسك الدنيا كلها في ايده وظابطها، ظابطها كويس جدا، عارف يدخل في اكبر قرارات واصغر قرارات، عارف يمشي الدنيا كويس جدا. الدنيا دي مش ماشيه عشوائي، كل حاجه محسوبه بدقه لانه ضابط الكل. طب يا اخي امال انت قلقان ليه؟ لو الفكره دي مستقره، ان ابويا اللي بيحبني كل حاجه في ايده، ضابط الكل، خلاص
يبقى مش مفروض اتضايق خالص ولا انزعج ولا حتى طالب نفسي بكتير، هقول له انا غلبان مش عارف حتى اصوم عدل ولا اصلي عدل، بس انت ابويا بقى، انت ماسك كل حاجه، انت مسؤول عني. كمان فكره مساله وقت، يعني ايه قضيه الوقت؟ يا اما تحدث في اتجاه سلام يا اما تحدث في اتجاه قلق. اللي مستعجلين النتائج عايشين في قلق طول العمر، اللي مصدقين ان ربنا ما بيمسكش ساعة وعنده الوقت غيرنا خالص، وألف سنة زي يوم واحد بس بيختار الوقت بحكمة عالية جدا، هيعيشوا في سلام. ممكن جدا تبقى إجابة ربنا على تلات أرباع أسئلتك مش وقته. طبعا الإجابة دي بتغيظ جدا، لأن احنا عاملين زي العيال الصغيرة بنشبط، فلو قلت لابنك الصغير مش وقته بيتعفرت. طب انت بتحبه وفعلا مش وقته اللي هو بيتكلم فيه ده مش وقته، وبكرة هيكتشف انه وقته انسب من وقت اللي كان مختاره، بس انت مستعجل، انت متشعبط في حاجة مش هي. فلو صدقت انه مش وقته خلاص، منين ما تيجي بقى الحكاية؟ كل حاجة لكل شيء تحت السماء وقت. انا عمال ارمي افكار مفيش حاجة جديدة، بس البذرة لسه على الوش، لما تدخل من يزرع فكرا يحصد سلاما. فكرة تانية، ربنا عارف اني ضعيف. فكرة دي مريحة، مش دعوة للتكاسل، اظنكم ناس عاقلين وفاهمين، لكن احنا كثير من اللي مضيع سلامنا ان احنا مستنيين من نفسنا كتير، فده مخلينا دايما مش راضيين على نفسنا، فما عندناش سلام. مستني انك تصلي احسن من كده ما بتصليش، مستني ان طبعك يتغير بقالك سنين مش راضي يتغير، مستني انك تبطل خطيه معينه بقالك سنين بتقع وتقوم فيها، فانت متغاظ من نفسك فما عندكش سلام، لانك مش راضي تقبل فكره هو يا حبيبي عارف انك ضعيف وقابل على كده ومش متضايق من كده، مش زعلان من كده. هو لما يكون اب معاه طفل سنتين عارف انه هيتشال، هيمشي خطوتين وهيقول شلني ماشي، هو عارف كده مش مضايقاه في حاجه يعني. فانت لو قبلت انك ضعيف وهو عارف انك ضعيف ده هيريحك، هيبقى عندك سلام. ده مش بس كده بقى، ايه رايك انه هو غاوي يختار الضعف؟ ده مش قبلك على انك ضعيف، لا ده يجي لموسى يقول دلوقتي موسى ضعيف ينفع بقى يبقى نبي. ايه ده التفكير الغريب ده؟ دلوقتي يوسف بقى اتقهر كتير قوي وتزل وتسجن وبقى رد سجون كده نعمل منه حاجة؟ هو دي اختياراته. ربنا اسهل واحد يعذر واسهل واحد يستر. اسهل واحد يعذر، احنا ما بنعرفش نعذر بعض، انما ربنا بسهوله جدا بيعذر. ازاي عذر التلاميذ ان هم ناموا بعد ما ثلاث مرات يقول لهم اسهر؟ عادي كده تقول اصل الجسد ضعيف نعسوا نعسوا. طب ما انت منبههم ثلاث مرات، واضح انك حزين جدا وعمرهم ما شافوك بالحاله دي، لا ما لهمش عذر طبعا، عادي جدا. يوم الحد الصبح كان فرحان معاهم ومزقطت ولا كأنهم خزلوه، لا خزلوك يا رب طبعا وما لهمش عذر، عادي اسهل واحد يعذر. طب دي مش تفرحك؟ دي مش تديك سلام انه بيعرف يعذرك؟ ومش يعذر بس، يعذر ويستر. يستر يعني ايه؟ ما يطلعش الفضايح ابدا، هو بس اللي يشوف الوش الغامق، الوش لا الوش ده ما حدش يشوفه لحسن ما حدش هيستحمله، ويطلعك حلو قدام الناس، يستر عليك عشان تفضل شكلك حلو. ربنا عارف ضعفي، فكرة ان ربنا بيشجعني طول الوقت. تصور ربنا هو اللي بيشجعك يقولك انت كويس، يظهر لجدعون يقول له الرب معك يا جبار البأس. جبار البأس ايه؟ هو نفسه ضحك يعني، قال له ده انا اصغر واحد في بيت ابويا وبيت ابويا صغير في العشيرة والعشيرة في السبط والسبط تعبان والعيسى جبار البأس مرة واحدة. طريقة ربنا كده،
طب الفكرة بتاعت انه مشجع جدا وانه باصص للواحد كده كأنه حاجة كبيرة، طب دي ما تديش سلام؟ فكرة كمان بقى بنقول تاني، ازرع فكرة تطلع بسلام، ناقصك سلام يبقى في افكار ناقصة، في بذر مش شغال عندك، يا اما عارفه معرفة سطحية فلازم تزقه لتحت شوية عشان يدخل يستقر ويزيح الايه الاشواك اللي في الارض. من الافكار الجميلة قوي اللي فات مات، انسى ما وراء. ما ينفعش يا بولس تفضل كل يوم تقول ده انا عذبت مسيحيين، ما ينفعش، خلاص عرف ينسى. ما ينفعش تفضل يا داود تقول انا زنيت وقتلت، ما كانش هيكمل، مش ممكن يقول مزامير بعد كده ويبقى عنده سلام. ما ينفعش تعيش في الماضي، دي فكرة لازم تستقر في دماغك، اللي فات مات. لابن الضال ينفع ان نفضل نفكر في الكام سنة اللي راح والفلوس اللي ضاعت وصحابي اللي ضحكوا عليا والخنازير وريحتهم؟ يا عم اللي فات مات، انت دلوقتي في بيت ابوك وفرحان بابوك، الدنيا ظبطت وخلاص. فكرة اسمها ممنوع تبص ورا، انسى، افعل شيئا واحدا، انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام. اخطائي وتقصيراتي خلاص راحت، خلصت، اترمت في البحر يا سيدي، رميناها في البحر، ليه نعيد ونزيد فيها؟ اخطاء الناس في حقي برضو خلاص راحت لحالها، غلطوا فيك، تعبوك، وجعوك، بهدلوك، خلينا في النهاردة، النهاردة انت مرحم بربنا. يوسف الصديق عرف يمسح 20 سنة من المآسي اللي تسببوا فيها اخواته، وما كانش بيبص ورا، كان بيبص في اللي فاضل، احنا انا ورايا شغل، ورايا رسالة. الفكرة دي خلت عنده سلام، لكن لو فضل مش مسامح اخواته كان هيتخنق. انسى الخبرات السيئة، ساعات اقعد مع حد يقول اصل ابويا، ابوك حضرتك 60 سنة، احنا هنحكي من اول بابا 60 سنة، هتقول اصل ابويا عمل فيا، ما ده معناه انه ما عندوش سلام، لانه انا مش بضحك عليه بس هو معذب روحه، لانه من ساعة ما ابوه زمان ميز اخوه، من ساعة ما مش عارف اخواته اتريقوا عليه مش راضية تروح. طب حبيبي ما انت مبهدل روحك، اللي فات مات، خلاص خلينا في النهاردة. فكرة اخرى تجيب سلام، ازرع فكرة تحصد سلام، ان الفرح وصية. يعني ايه؟ لا تكن الا فرح، ممنوع الحزن، الحزن الرديء يعني، ممنوع الحسرة، ممنوع الكآبة بقدر الإمكان. لما تكون فكرة أن ربنا يحبني فرحان، يحبني فرحان، تفرحوا أن أنا فرحان، طب ما هو أنا في إيدي بقى أفرح. الفكرة دي ضايعة مننا، احنا فاكرين انه او حافظين الآية الوحيدة تقريبا في الكتاب بإيه؟ بكآبة الوجه يصلح القلب. الآية دي لازم بين قوسين تتحط جنبها كلمة ايه؟ حيث لا يراك احد، يعني في المخدع بس، تقفل على نفسك، خليك كئيب يا اخويا براحتك، براحتك خالص، بس ما تطلعش من جوه، صلح قلبك براحتك. لان فعلا لو الانسان بيحاسب نفسه وخجلان من ربنا وقاعد في جلسه توبه صادقه بينه وبين ربنا يصلح القلب، بس مش مفروض الناس تشوف ده، دي حاجه ملهاش دعوه بالناس، احنا مش ضد الايه، تطلع وشك فرحان لازم كده، ربنا عاوزك فرحان. طب بما ان الفكره كل ولاد ربنا فرحانين دلوقتي والى الابد، وفرح أبدي على رؤوسهم، أشعياء يقول كده، طب ما هو دي لو فكرة مستقرة هتقاوم الحزن، احنا ساعات مش بنقاومه، ساعات بنستسلم للمضايقة، للتفكير السلبي، لليأس. غلط عليك، فكرة غلط. افتكر ان الحزن الرديء خطير، ايه الفرق بين الحزن الرديء والحزن الحلو؟ الفرق واضح جدا، حزن الرديء يخليك عاوز تموت، الحزن الرديء يخليك مش طايق نفسك، يخلي معاك يأس، يخليك متذمر، يخليك غضوب،
يخليك ناقم على الناس وعلى الدنيا وساعات على ربنا. إنما الحزن التاني ده حزن رقيق مش رديء، حزن يخليك بتطلب الرحمة، حزن خجل، حزن مسؤولية على الناس. ده حلو جدا، ده يخلي القلب طاير من السعادة على فكرة. يعني تبقى معاك حزن ومعاك سعادة في نفس الوقت، تعرفش ازاي. إنما الحزن الرديء كلكم جربتوه، لا لا، القلب المقبوض والمضايقة والخنقة والكبسة اللي جوه دي، طب دي خطية، دي لازم تقاوم. فكرة ان الفرح قرار، يعني ايه؟ انا مش ناوي ازعل، انا عاوز افرح، ربنا عاوزني افرح، خلاص مش هسيب فكرة تقلب دماغي، هدور على الفكرة اللي تفرحني. يبقى انا اخترت ان انا اكون فرحان لان ربنا عاوزني كده، بيقول افرحوا، اقول ايضا افرحوا. فكرة ان الفرح وصية، معناه اي فكر بيجيبني الورا يبقى من الشيطان. الشيطان غاوي يشوف الناس كئيبة، ما هو صاحب تبع جهنم في الآخر. فدي لعبة شيطان، كذاب كذاب. يعني إيه؟ يجيب بس من الأخبار الجزء الخاص بالنكد، ويلغي أي أخبار خاصة بالأخبار الحلوة ما يجيبهاش. طب أنت تمشي مع واحد كذاب، تدي ودانك للكذاب وانت عارف انه كذاب، ليه يضحك عليك تاني؟ ده ضحك عليك 100 مرة قبل كده، تاني هنقعد نفكر بالطريقة الغلط اللي تخليني متضايق؟ يا ابني ده انت في عز، ده انت جوه الكنيسة، ده انت بتخدم، ده الناس بتحبك، يعني في حاجات كتيرة حلوة قوي من تشرد تشوفها عشان ما تبقاش فرحان. فكرة قد ايه ربنا بيديني إحسانات الله، ربنا معانا كلنا بدون استثناء. لو قعدنا نعد اللي بيعمله معانا لازم نفرح أو يبقى عندنا سلام، إنما إحنا لا نرصد إحسانات الله. في شخص بيرصد، يعني إيه؟ يصحى من النوم، أشكرك إن صحيت من النوم، يأكل لقمة، أشكرك إن في لقمة، عارف يمشي، أشكرك إني عارف أمشي، يجي له تليفون، أشكرك إن الخبر خير، كل حاجة حلوة، كل حاجة شايفها إن ربنا بيعملها حلو، شايف إحسانات. كل ده ممكن يحصل مع واحد تاني ما حطهاش خالص جنب بند عطية من ربنا، كرم من ربنا، فما عندوش سلام. هي ربنا ما كانش، يعني لو هناخدها بقى بالعقل قوي، هو ربنا لازم يعمل ده كله يعني؟ طب هو بيعمل كده ليه؟ هو من كرمه إحساناته. طب ده معناه مركز معاك ومديك خير كتير قوي، طب هو ده قليل؟ لو فكرت أو غرست فكرة أنه ربنا من إحساناته أننا لم نفنى، تعبير الكتاب، وكثير مراحمه جديدة كل صباح، كلام حلو، كلام مريح. طبعا ده يجي مع الشكر اللي حكينا فيه، التأمل في البدائل. يعني إيه التأمل في البدائل؟ في طريقة كده لو أنت كنت مش عارف تسترجع السلام، قولها بطريقة طب ماذا لو كان، وحط أي بديل ما حصلش وحش. قريتها مرة في إيميل جالي كده، بنت شقية راحت تدرس في بلد وسابت أهلها، كان حكيتها لكم، وبعدين أهلها من النوع القلوق، فقامت بعتت إيميل مصيبة، أنا اتسرقت، ورقي كله راح، وعشت غلط، وأنا بقيت حامل من اللخبطة وبعدين في آخر الإيميل ضحكت عليك وأنا كنت بضحك، أنا بس جالي ملحق في المادة دي. خلي بالكوا، هي خبيثة، فاهمين هي عملت إيه؟ هي بهدلتهم في الأول، ماشي؟ هم أول ما وصلوا للملحق قالوا إيه؟ الحمد لله، فهمتوا؟ فهمتوا الخبز؟ بصراحة أنا مش عاوزكم تعملوا كده، بس هي دي فكرة ماذا لو، فاهمين ماذا لو؟ يعني أنت متضايق إنك اتأخرت، في غيرك مات في السكة، أنت متضايق إنه المشكلة ما خلصتش، في واحد غيرك اتسجن. أنت لو حطيت البدائل، ودي مش بعيدة ممكن كتحصل مع أي حد، هتعرف أن اللي أنت فيه برضو كويس.
دي طريقة تفكير. تاني أنا بقول إيه؟ فكر بالطريقة اللي تحافظ بها على سلامك، لأنك ممكن تفكر بطريقة تغمك أكتر. بقى اشمعنى فلان ماشية معاه؟ خلاص بقى أنت عاوز تبهدل روحك، بقى أنت مش راضي تشوفها خالص بطريقة صح. الشخص اللي عنده إيمان قوي دايما حافظ أول كلمة في سفر التكوين، كل شيء إيه؟ حسن جدا، ليس في الإمكان أفضل مما كان، مقتنع بكده، فعايش في روقان وسلام حقيقي. فكر فكرة أخرى، أن ربنا لا يشاء ويشاء. يعني إيه لا يشاء ويشاء؟ ربنا إرادته حاجات وإرادته مش في حاجات. بمعنى إرادة ربنا ده على فكرة لوحدها لو فكرت فيها تعيش سعيد جدا وعندك سلام يفوق كل عقل. ربنا لا يشاء إن حد يهلك وإنت أول واحد في الليست، لا يشاء. هتقول لي خطاياي كتير ومفهاش، وأنا لو حكمت على نفسي أودي نفسي جوان، ماشي، بس هو لا يشاء، مش مشيئته. مين يقدر يقاوم مشيئته؟ هو مشيئته ياخدك السماء، هو مات عشان كده فمصر على كده. مجرد التفكير في مشيئته إرادة الله الصالحة، يريد أن الجميع يخلصون، ده شيء مبهج، ده يدي سلام عجيب. وهو يشاء، هو لا يشاء موت الخاطئ ويشاء أن الجميع يخلصون. هتقول لي من الآن على ابني؟ صدقني ربنا هيجيبه، لأنه هو لا يشاء أنه يهلك، يشاء أنه يخلص. فهنا مجرد التفكير في مشيئته يطمنك، يديك سلام. يشاء كل حاجة حلوة ولا يشاء أي حاجة وحشة، يشاء لك الخير، البر، السلام، النقاوة، الطهارة، البساطة، العفة، كل حاجة، كل حاجة حلوة عاوزها، عاوزها لك. لو فكرت ماذا يريد الله هتلاقي نفسك عندك سلام، لأنه ما بيردش غير كل خير. حط بذرة أو فكرة مغبوط هو العطاء، فكر صح، فكر، ازرع فكرة تحصد سلام، ازرع فكرة أنا عايش أدي وبس، أنا عايش في الدنيا دي تحت عنوان كبير اسمه giving، عطاء. مغبوط هو العطاء، طول ما أنت في حالة عطاء أنت في حالة سلام. طب والعطاء أنا هجيب فلوس للناس دي كلها منين؟ مين قالك أن الناس أغلبها عاوز فلوس؟ أغلب الناس مش محتاجة الفلوس، بس كل الناس محتاجة، محتاجة عطاء، مش لازم فلوس. تبقى بتفكر طول الوقت مين محتاج ايه؟ ده اللي شغلك. يا بختك لو عشت العيشة دي، صدقني هتلاقي نفسك سلام دائم، لكن مش بتفكر في نفسك، انت بتفكر مين ومحتاج ايه وبس. اللي تقدر تعمله هتعمله مع كل شخص في الحاجة اللي محتاجة. ده محتاج تشجيع، ده محتاج ابتسامة، ده محتاج مسج، ده محتاج ناكل لقمة مع بعض، ده محتاج فلوس ماشي، ده محتاج نفكر معاه، أيا كان محتاج إيه. هنا التنوع والابتكار في العطاء يعطي بهجة، يدي سلام. أنك مشغول بقى بتبتكر تدي إزاي، توصل العطية إزاي. وكلما العطاء بقى بسخاء طبعا ومعاها حكمة هتلاقي حالة سلام. أنا بقول فكر، فكرة العطاء الدائم أو السخاء تعطي سلام. أرجع ولا كترت الأفكار؟ نرجعها بسرعة كده، نقول بسرعة، ازرع فكرة، فكرة ربنا بيحبني تخلي عندك سلام، فكرة كله خير تخلي عندك سلام، فكرة ربنا عارف ضعفي كويس هتخليك فرحان، فكرة اللي فات مات، فكرة ان الفرح وصية، فكرة ان ربنا احساناته كتير قوي، فكرة انه يشاء ولا يشاء ومشيئته حلوة، فكرة ان العطاء مبهج. لإلهنا كل مجد وكرم.